مساء الفل والهنا والسعادة والحب والقوة، مساء الرضا، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة عليك يا أجمل وألذ حاجة حصلت في الدنيا على النص الحلو. حكاية النهاردة حكاية غريبة حبتين، حكاية واحدة تشتغل ناجحة جميلة واثقة جدا من نفسها، عندها أصحاب كتير قوي 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 قوي، عندها علاقات في العمل بتاعها كتير، يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي she's very well connected. المهم انه طبيعة اي واحدة بنت او اي واحدة ست انها في الاخر عايزة شريك حياة، عايزة راجل، عايزة سند، عايزة حب، عايزة زواج. فبالتالي اتعرفت على هذا الشاب من خلال الاسرة الكريمة، العيلتين صحاب، عيلته وعيلتها. المهم ان هم اتعرفوا، قروا فتحة، اتخطبوا، وفي خلال اول ايام من الخطوبة ابتدت تسمع اسم بنت. اسم البنت ده بيتردد عادي جدا في البيت، بيتردد على التليفون، وبتشوف ان الاسم ده موجود على تليفونه بيرن وبيبعت رسائل. المهم انها بدأت تسأل عن اسم البنت، مين دي؟ مين اللي بتكلمك عادي؟ ومين اللي بابا عارفها؟ ومين اللي ماما عارفاها؟ والدنيا ازاي لذيذة كده؟ فكان الرد او رد عليها لا، she is my best friend، يعني الصديقة الانتيم بتاعتي. ان شاء الله هعرفك عليها وهتحبيها قوي، دي لذيذة جدا وفظيعة جدا وخطيرة جدا وجدعة جدا جدا جدا. طبعا هنا هي بتقول انا مرضتش ان انا استبق النية الوحشة، فقلت لما اشوفها واشوف هما بيتعاملوا مع بعض ازاي. في المقابلة الاولانية علقت على الهاتصاص الصاص اللي هو اللي احنا بنحطه عشان ناكل اكل حراق، وراحت قالت له ما تحطش وما تزودش كتير عشان انت قولونك بيوجعك. فهنا هي بتفهمها ان انا حتى عارفة صحته وقولونه يا حبيبي عامل ازاي. المهم في القعدة اللي بعديها لما قرروا ان هم يخرجوا كلهم كاصحاب، قالت له ما تاكلش مكرونة كتير، الراجل الانستراكتور اللي بيدربك في الجيم الرياضة بيقولك ما تاكلش نشويات كتير علشان تعرف تعمل عضل. المقابلة التالتة كانت في الفرح، الفرح اللي اتقسم يا رضوى بيرقص معايا شوية كخطيبته وبيرقص معاها شوية لانها البست فريند بتاعته اللي ما ينفعش يسيبها ترقص مع اي حد، انا راجل. المهم المرة الرابعة كانوا قاعدين مع بعض، فانا ابتديت اتعصب، ابتديت اغير، ابتديت اتضايق، رغم ان دي لا شخصيتي ولا طريقتي. انا مهدتلك في الاول وقلتلك انا قد ايه بثق في نفسي كويس قوي، بس طريقتها معايا خلتني اغير جدا. والحقيقه كمان ان ردود افعالها معايا هي ابتسامه صفراء وبرود متناهي في الاداء. فقررت ان انا اكلمها مش اكلمه، عشان انا كنت خايفه اخسره. بعد ما روحت رفعت عليها سماعة التليفون وقلت لها اعتقد ان انت لو كنتي مكاني، اعتقد ان انت لو اتخطبتي لواحد مش هتقبلي على نفسك ابدا ان يكون في واحدة تانية في حياته بتعامله المعاملة دي وبتتعامل منه بالطريقة دي، لدرجة ان انت النهاردة وانت كنتي قاعدة كنتي حاطة ايدك على كتفه. انا ما اقبلش حاجة زي كده. رد فعلها كان غريب، لا اتعصبت ولا اتنرفزت، زي ما يكون واثقه قوي من الفوز، وقالت لي بما معناه بالبلدي اللي عنده معزه يلمها وهيكلميني. فانا بالتالي قررت انه انا هتكلم معاه. يا دوبك عدى نص ساعه لقيته بيكلمني وسيل من الزعيق والغضب والنرفزه مش عادي، وقال لي ان احنا محتاجين ننزل نقعد نتكلم. نزلنا وقعدنا ونتكلم، قال لي هي دي حياتي وهم دول صحابي ودي البست فريند بتاعتي، عاجبك تكملي الخطوبه كملي، مش عاجبك تكملي مع الف سلامه والباب يفوت جمل. انا للاسف للاسف حبيته، وكل الناس بتقول لي خليكي بنت عاقله وخلي دماغك كبيره، وكده كده لما هتتجوزيه
هتسيطري عليه وهتلميه والعيال والخلفة، ومش هيعرف ينزل لوحده ومعاها، وهتعرفي تطفشيها يعني بالبلدي. فانتي رأيك اعمل ايه؟ اكمل الجوازة دي واسمع كلام امي وابويا واصحابنا ان انا ابقى ست عاقلة، ولا اسمع كلام نفسي اللي بيقولي امشي؟ فانا الحقيقة احترت جدا في قصتك، احترت جدا في قصتك، لانه انا من ناحية انا بحترم الصداقة، وبشوف انه الصداقة دي من احلى الحاجات واحسن الحاجات اللي في الدنيا، لكن انا ما بحترمش كسر الحدود في الصداقة ما بين الرجل والست او ما بين الولد والبنت. في حدود. واحد، الراجل الحقيقي المفروض يخلي كل الستات تغير منك، مش يخليكي تغيري من كل الستات. الراجل الحقيقي لازم يعرف انه من مرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة، كل مرحلة في الدنيا ليها حدود، يعرف ازاي يحط حدود مع الناس اللي حواليه. تلاتة، كان ممكن بمنتهى الادب، بمنتهى الادب، لانه المفروض ان هو بيحبك، والمفروض ان هو عنده احساس بيكي، فكان المفروض يقول لها بلاش تتعاملي معايا بالطريقة دي لانه فلانة الفلانية بتتضايق. كان المفروض لو هو شريكي او هو باقي عليكي زي ما انتي كاتبة في الرسالة، يقولك عدي عليها، مش انا اللي هعدي عليها واجيبها واجيلك. كان المفروض يخليكي او يصدرك ان انتي بقيتي صديقتها، وبالتالي هو صديق تالت او صديق مشترك، مش هو البني ادم الحقيقي، وانتي عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامة. اربعة، بيقول لحضرتك واحدة واحدة في حياتي، ايه كم مسمى بتاعها ايه، هتبقى وهتفضل موجودة في حياتي، اذا كان عاجبك تكملي كملي، اذا ما كانش عاجبك الباب يفوت جمل. يبقى هو كده اصلا باقي عليكي؟ يبقى هو كده اصلا شريكي؟ لا، مفيش راجل في الدنيا بيبقى باقي على واحدة ست، بيبقى عايز واحدة ست، بيبقى حابب واحدة ست، بيبقى عايز يكمل حياته مع واحدة ست ويقولها الباب يفوت جمل. مفيش راجل حقيقي بيضحي بواحدة ست عشان أي حاجة في الدنيا، إلا لو ما كانتش لازماء أو فرقاله أو فرقة معاه. هو شايفك زوجة صالحة، شايفك بنت ناس، شايفك ناجحة، شايفك جميلة، شايفك لذيذة، شايفك دمك خفيف، فمستخسرك، مستخسر إن انتي تمشي. لكن هو حقيقي بيحبك، ما كانش قالك يا عجبك يمشي. ناس لما بتحب بعض بيقولوا زي ما بيقولوا بالانجليزي they compromise. They compromise يعني كل واحد فيهم مش بيتأقلم، بيفوت ويعدي ويغير ويتأقلم مع البني آدم اللي قدامه، مع تفكيره، مع طلباته. انت النهاردة لو شايفة انه حمادة بيتضايق من الجوب القصيرة، هتبطلي تلبسيها لوحدك. حمادة بيتضايق من التأخير، هتبطلي تتأخري من نفسك. حمادة بيتضايق من مكالمات كتير مع اصحابي، بتقللي مكالمات مع اصحابك. انتوا البنات احنا بنفضل نقلل 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 علشان نرضيهم، هم كمان لازم يرضوكوا. ودي حاجة ميجر، دي حاجة كبيرة، ان يبقى في واحدة تانية في حياة الراجل اللي انا هتجوزه او اللي انا بحبه او واتفر يعني ايا مكان هو ايه، بتقوم بنفس دوري، بتعرف تحط ايديها على كتفه، بتعرف تأكله في بقه، بتعرف تقوله ما تاكلش حراق، بتعرف تقوله خلي بالك من الجيم، بتعرف يفوت عليها. انا فارق ما بيني انت فارق ما بيك وبينها ايه؟ ايه البست فريند دي؟ لا، انا لو مكانك مش هكمل، مش هكمل، بس مش هقول ان انا مش هكمل بسبب انه انا غيرت ولا اتضايقت، مش هنولها له ولا هنولها لها. انا هقول انه بعد شوية وقت، يعني انت مش هتمشي دلوقتي، انت هتقولي ان انا فكرت كويس قوي ولقيت انه انا ممكن اديها فرصة وممكن اديك فرصة، يمكن اكون انا فهمتها غلط،
تقعدي اسبوع او اتنين ولا هتقللي مكالمات ولا هتقللي تليفونات ولا هتقللي خروجات، هتبقي بني ادم عادي، بني ادم عادي جدا معاه خطيبك، وتعملوا قاعده في البيت وخطيبك وكده، وبعد اسبوعين ثلاثه تقولي له والله انا فكرت، ادي الشبكه اهي وادي الهدايا بتاعتك اهي، انا متشكره جدا، انا فكرت كويس قوي ولقيت ان انا مش قادره اكمل، مش مبسوطه، مش مرتاحه، مش جايه على هواي، عشان انتي لا طب انا خلاص هقطع معاه، لا انت حر، she's your best friend، اعمل اللي انت عايز تعمله معاه. طب انا خلاص عرفت غلطتي، ما هو انت مش غلطان، انا اللي مش عايزه اكمل، انا مش سعيده، انا مش مبسوطه، برود. اللي كان بيكلمك سمعت التليفون كان بيكلمك ببرود علشان واثقه من نفسها وعشان مستبيعه، عشان ما عندهاش حاجه تخسرها. خليك انت كمان تبقى بتفكري بنفس التفكير، فكروا معاهم بنفس التفكير البرود المتناهي، انا ما عنديش حاجه اخسرها وانا مستبيعه، بهدوء وبرود بدماغ. مشاهداتي يا عزيزات وبناتي الحبيبات، تقرير قد كده نرجع لكم من هي وبس. سعيدة ان انا بقى اشارك كمؤسس ورئيس مجلس امناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي في ملتقى التمكين بالفن، بالتأكيد التوعية بالصحة النفسية وكسر وصمة العار للمرض النفسي كان مهم جدا، وبشكر طبعا استاذة شيرين للدعوة الكريمة ان احنا نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو علاقة الصحة النفسية بالفن. الحقيقة ان احنا كلنا بنعبر بالفن او بالرسومات بما يعني نحمله من مشاعر، وكلمت ايضا على موضوع جهود يعني مؤسسه فهم للدعم النفسي مع بتعاون مع وزاره الصحه فيما يتعلق بالمرضى في مستشفى الامراض النفسيه في العباسيه، زي ان احنا بنجود من كمان الرسومات اللي هم بيعملوها بيعبروا فيها او من خلالها عن مخاوفهم عن قلقهم عن شعورهم. بالتاكيد انه المتطوعين اللي احنا حمد ربهم انسانيا مش طبيا ازاي يسند اللي جنبه لغايه لما يقول له لا انت محتاج ان انت تشوف أخصائي نفسي أو دكتور نفسي، ده مهم جدا، وده اللي أنا عرضته النهاردة في المحاضرة. هو احنا النهاردة رابع يوم لينا للملتقى، احنا الملتقى التمكين بالفن معمول Women Empowerment Through Art، فاحنا حابين ان احنا نشارك كل الفنانات معانا. احنا معانا 105 فنانة من 35 دولة مختلفة، ده بالنسبة للمعرض. عاملين كمان ورش عمل، والورش عمل عاملينها بطريقة مختلفة. احنا معانا مؤسسة بهية UNHCR للجاءات والSpecial Needs كمان، وعاملين حلقات نقاشية. النهاردة شفتوا معانا كان حلقة نقاشية بتاعت دكتور ميرفت أبو عوف ودكتور نعيم القصير والسفيرة نبيلة مكرم، وكان في حلقات نقاشية قبلهم، فحبينا الموضوع ان هو يكون مختلف. الفكرة جات الحقيقة لان انا بنظم من سنين طويلة معارض جوه مصر وبره مصر، فكان دايما بشوف ان الراجل اشهر، الراجل اسعار اعمله اعلى، الراجل تواجده اكبر، فحسيت ان طيب احنا اوكي عايزين نعمل هايلايت او نلقي الضوء على المرأة، فجات لي الفكره من هنا ان طب ليه ما نعملش ملتقى بس كل المرأة، يبقى كل اعمال للسيدات بنقول لا هم عملهم برده رائعه، هم برده يسحقوا كل تقدير، هم برده عندهم افكار حلوه جدا، وافكار بمعنى ان لان الفن تشكيلي للمرأة، ده معناه ان هم هيجوا يشوفوا لوحات ستات، هو ده تخيلهم، بس الحقيقه ان احنا بنقدم افكار المرأة، اعمال بايدي امرأة. احنا الحقيقه عندنا ورش احنا عاملينها للاجئات وفتيات ذوات الاعاقه، فهي ورش بيعملها اجانب ومصريين عن ازاي ان هم يستعملوا تكنيك مختلف، مش بس ان هم يرسموا بورتريت او يرسموا لاندسكيب، لا يستعملوا خامات معينه في الفن التشكيلي، هي بس للاجئات ولذوات الاعاقه.